أسعد الله أوقاتكم متابعين قناة فيوتشر كوين. فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة بأخبار العملات الرقمية. طبعا أصدقائي بالفيديو راح أتكلم عن اللي صاير بعملة تيرا أو عملة لونا، وشو صاير بالدولار الرقمي الخاص بهالعملة، وهل فيها مكسب ممكن يعوض لك كل خسارتك اللي صار في ظل انهيار السوق. خليكم معنا أصدقائي لنهاية الفيديو، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعل زر الجرس، ولا تنسى تضغط على اللايك حتى تشجعنا نقدم مزيد من المحتوى. طبعا أصدقائي بدعوك لتنضم لقناتنا على التليجرام، راح اترك لك الروابط اسفل الفيديو، بدعوك لتدخل بالاكتتاب الجديد، باقي 19 يوم فقط لطرح العمله، وعمله مشروعه قوي جدا، راح اترك لك الرابط الشراء اسفل الفيديو، وشوفوا الفيديو السابق عن مشروع هاي العمله وكيف هذا المشروع جبار جدا جدا. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. طبعا اصدقائي عملة لونا بتنزل لقاع تاريخي، اول مرة تنزله في تاريخ هاي العملة. طبعا سعر اطلاق العملة كان بسعر 60 سنت، والعملة في ظرف شهر واحد فقط نزلت العملة الى سعر الاطلاق، يعني اصدقائي بشمعة واحدة هبطت العملة تيرا الى سعر الدخول، وهاي فرصة مناسبة جدا اصدقائي للشراء. اصدقائي الاشخاص اللي بيشتروا بسعر نصف دولار فهاي فرصة عظيمة جدا جدا لإلك. ليش فرصة عظيمة أصدقائي؟ عملة لونا لا تزال تحتل مرتبة عالية في الكوين ماركت كاب، وكانت بسعر 114 دولار، فرصة كبيرة لإلك وللحيتان إنه يشتروا بعملة بهيك سعر. طبعا انتظر الوقت المناسب، أنا بفضل مناطق الدخول من 50 سنت إلى 1 دولار. طبعا أصدقائي كل دولار ترتفع العملة أنت بتضرب رأس مالك بواحد إكس، يعني أنت دخلت بألف دولار بسعر النصف دولار. إذا العملة بترتفع إلى الخمسة سنت أنت بتربح 10x، يعني الألف دولار صاروا 10,000 دولار. العملة من تقريبا ساعة ارتفعت من 60 سنت أصدقائي إلى 7 دولار، يعني تقريبا 11x أو 12x. هيك أصدقائي هيك ارتفاع مدوي جدا جدا وأرباح هائلة جدا، يعني الألف دولار اشتريتها بنصف دولار خلال ساعة واحدة كانت تقريبا من 11 إلى 13,000 دولار تقريبا. حاليا اصدقائي الحيتان ما راح يتركوا عملة لونا بهذا السعر، سعر عملة لونا مغري جدا جدا اصدقائي، وما راح يتوقف عند هذا المكان. ارتداد عملة لونا لازم يكون عندي لمنطقة ال20 دولار، وهذا امر وارد جدا. انا حاليا اصدقائي مراقب هاي العملة، راح ادخل طبعا راح ادخل بشكل تدريجي، دخلت بسعر الدولار ودخلت بسعر 70 سنت، وحاليا بنتظر الهبوط القاسي، ممكن ادخل بسعر ال50 سنت مرة ثانية اصدقائي واجمع ارباحي عند ال20 دولار. هاي بالنسبة لأصدقائي لتحليل عملة لونا. أصدقائي أما بالنسبة لحماية عملة لونا، كثير من الأشخاص قالوا إنه عملة لونا تم التلاعب فيها من قبل صناع العملة، والعملة انخفضت بسبب عملية احتيال من أصحاب العملة. أصدقائي السكيورتي سكور الخاص بالعملة لا يزال 95 درجة، طبعا والقمة التاريخية للسكيورتي سكور كان 96 درجة، يعني قمة الأمان بالعملة مرتفعة جدا، لكن صار مشاكل بينه وبين حيتان عملة ترون. طبعا وعم يتوعدوا عملة لونا، عم توعد عملة ترون انه راح يصير نفس اللي صار بعملة لونا، يعني عملة ترون حاليا بسعر 6 سنت ممكن نشوفها بالصفر 3.6، هذا امر وارد جدا اصدقائي. راقبوا عملة ترون اصدقائي، وكمان بعد ما خلص من عملة لونا وخلص لم ارباح من عملة لونا، واذا صار هبوط بعملة الترون راح نرجع نشتري بعملة ترون بقاع التاريخي للعملة. سكيورتي سكور اصدقائي منطقة 95 نقطة، الماركت كاب 2,700,000,000 دولار، الماركت كاب انخفض بنسبة 79% اصدقائي. طبعا بمطلع الشهر الماركت كاب تجاوز 40 مليار دولار، حاليا الماركت كاب 2 مليار دولار، يعني اي حوت بيدخل حاليا في هاي المناطق بفجر العملة بشكل كبير. اصدقائي اقل شمعة بترتفع عملة لونا عم تضرب اكسين وثلاثة، استثمارك بهاي العملة مناسب جدا، وخاصة استثمار السبوت، ابتعد عن التداول بهاي العملة بالفيوتشر، لأني صار كل سنة بترتفع العملة معرض للكودة بشكل أكبر. طبعا بالأمس دخلنا علي، بالأمس دخلنا بالجروب الفي آي بي صفقة، ربحنا 300% مربح، طبعا باستخدام المؤشر الجديد اللي استخدمناه أو اللي اشتريناه على هاي المنصة، منصة تريدنج فيو أصدقائي، راح نشرح لكم أكثر عن هذا المؤشر بالفيديو القادم. طبعا هذا المؤشر أصدقائي بيعطيك مناطق دخول ومناطق خروج، خلينا نشوف على فريم 15 دقيقة أصدقائي. قبل الهبوط أعطاني إشارة هبوط،
طبعا ما عاد اعطاني اي اشارة صعود، وفعلا الهبوط كان قاسي جدا. انا بعد ما يعطيني اشارة الهبوط اللي صارت قدامنا، انا بدخل صفقة شورت، طبعا ما بطلع من الصفقة لا يعطيني اشارة صعود. وبالسهم الموجود الازرق امامكم اصدقائي اعطاني اشارة لونج، طبعا والعملة ارتفعت من 64 دولار الى 70 دولار تقريبا. طبعا كمان في مربح مضاربة جميل جدا. وقبل الهبوط كمان السابق اعطاني اشارة هبوط طبعا، وبعد انتهاء الهبوط اعطاني اشارة لونج. مؤشر جميل اصدقائي جدا. طبعا سعر المؤشر على قناتنا سعره 80 دولار مع الكورس الاحترافي. تواصل معي على الخاص، راح اترك لك الرابط اسفل الفيديو، واطلب مني المؤشر، ادفع رسوم المؤشر دغري، بعمل لك دغري برسل لك الاكواد البرمجية الخاصة بالمؤشر، وبعلمك طريقة اضافته على تريدينج فيو. طبعا اصدقائي قبل الصعود بيعطيك علامة صعود وبتربح، طبعا وقت بيطلع لك اشارة هبوط تطلع من الصفقة، حتى لو كان عندك خسارة تطلع من الصفقة على خسارة مجرد ما يعطيك إشارة هبوط. أصدقائي إنكم وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عام. لا ترقمي. مع السلامة ودمتم بخير.